طبعا هذا اللقاء التواصلي المتميز يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مراعاة لمجموعة من التحولات خصوصا بعد أزمة كورونا. طبعا عشنا تجربة مع هذه المؤسسة على مستوى التوعية الدينية والتواصل التربوي والاجتماعي مع جاليتنا بالخارج قبل كورونا، لكن بعد كورونا اضطرت المؤسسة إلى أن تعيد النظر في مجموعة من الآليات وإعداد مجموعة من الاستراتيجيات من أجل تقوية أواصل وروابط التعاون مع أفراد جاليتنا بالخارج. طبعا هذا يأتي في نطاق تنفيذ التعليمات المولوية السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، لا تفتر همته عن هذا الجانب بموازاة مع جوانب أخرى مما يسهم في تنمية هذا البلد وإشعاعه وذيوع صيته عبر العالم، إلى درجة أن هذه الاستراتيجية التي تبنتها مؤسسة الحسن الثاني المغرب المقيم بالخارج طبعا بموازاة مع جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكل الفاعلين في هذا الحقل. هذه المساهمات وهذه اللقاءات مثل هذا اللقاء التواصلي الإعلامي الذي نشهده اليوم وعبارة عن دافعة قوية. نحن إذا تحدثنا عن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فلا بد أن نستحضر جانب آخر يعني يكون عنصرا أساسيا في بنية الإنسان وهو التنمية الروحية. إذن هذه الجهود التي يبذلها السادة العلماء الأجلاء والسادة القراء والمقرئون والأئمة وكل المشاركين في هذا البرنامج كل هذا يهدف إلى تحقيق هذا الهدف النبيل، هدف التواصل، هدف التوعية، هدف التربية، هدف إحياء القلوب. ولذلك لا بد في هذه اللقاءات أن نذكر بالآليات الجديدة التي تركز على الجانب الرقمي، على اطلاع السادة الأساتذة والمسؤولين على هذا البرنامج، الاطلاع على ما يتطلبه هذا الأمر، على ما تتطلبه هذه المهمة الجليلة والجسيمة، أي إعادة النظر في أساليب وطرق التواصل مع أفراد جاليتنا في ظل هذه الثورة الرقمية. الحمد لله شرفت بأن حظيت بدعوة للمشاركة في هذه الندوة الصحفية المباركة التي تمد جسور التواصل كما هي عادة المؤسسة، يعني دائما أن تمد جسور التواصل بينها وبين المغاربة المقيمين بالخارج. وتحدثت وارتأيت يعني أن لا أكرر ما سبقني إخواني في التحدث عنه، يعني السادة الأساتذة الكرام فيما تحدثوا عنه من الغاية من هذه البعثة، يعني ركزت كلامي عن التجربة النسوية في هذا المجال، فهي يعني تجربة الحمد لله رائدة من طرف المؤسسة، وإن كان يعني لازال هناك بعض النقص على مستوى العنصر النسوي، فمثلا يعني في بالديار الهولندية فقط أستاذتين من بعثة المؤسسة، فالحمد لله يعني نبذل قصارى جهدنا في التواصل مع الجالية المغربية سواء على المستوى النسوي أو في بعض المرات يعني تكون هناك محاضرات عامة، نقصد من خلال ذلك التقرب والتعرف على مشاكلهم وخاصة ما يعني فقه الواقع، كيف يعني يمارسون حياتهم وكيف يظلون يعني في حياة أسرية منسجمة فيما بينهم سواء في تربية الأبناء أو في معاشرة الأزواج أو إلى غيرها من الأمور، خاصة وأن لديهم إكراهات خاصة. ودائما يعني نحاول أن تكون أجوبتنا مقترنة بالنموذج الأمثل الذي هو النموذج الديني المغربي الذي يحتسر يحتدى به في كل يعني صوب وحد، نموذج التسامح والتعايش واحترام الحريات وكذلك الانفتاح على الغير لتحقيق مصالحة مع الذات ومصالحة مع الغير، وكذلك دائما التشبث بالثوابت الدينية الفقه المالكي والعقيدة الإشهرية وتصوف الجنيد، وذلك لتغذية الجانب الروحي دائما تحت الريادة السامية لإمارة المؤمنين يعني وتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يأتي هذا اللقاء التواصلي مع مؤسسة الحسن الثاني الجالية المغربية في الخارج للتأكيد على ضرورة التواصل مع المغاربة بالخارج خلال الشهر الكريم، لتأكيد أن المغرب لم ينساهم في هذا الشهر كما لم ينساهم في باقي أيام السنة، وهو ببعثة هذه السنة ليشارك المغاربة
روحانية الشهر الكريم من خلال المواعظ والدروس التي تلقى في المساجد والجمعيات الإسلامية، وكذلك تحسيس المغاربة بأنهم في موطنهم الأصلي من خلال القراءة المغربية المتميزة والصيغة المغربية وقراءة برواية ورش عن عاصم عن نافع في قراءة التراويح. كل هذه مؤشرات وكلها تذكر المغاربة بوطنهم الأم، وتجعل منهم كأنهم لم يبرحوه ولم يغادروه، وهم يعيشون في بلدانهم بمغربيتهم التامة وبوطنيتهم الكاملة.